مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أعزائي طلاب الصف التاسع في مدرسة الأندلس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع درس جديد من دروس وحدة الكون المرئي، درس اليوم بيتكلم عن تكون النجوم. أهداف درس اليوم أن يوضح الطالب تكون النجوم ومصدر طاقتها، أن يفسر الطالب اختلاف النجوم في صفاتها. الفكرة العامة لهذا الدرس: عندما نبتعد عن أضواء المدينة وننظر إلى السماء في ليلة صافية ولا يظهر فيها القمر، فإننا سنرى أعدادا لا تحصى من النجوم المضيئة، وكلما نقلنا النظر من بقعة إلى أخرى وجدناها مليئة بالنجوم الكبيرة والصغيرة والمتوسطة والتي تبدو بألوان متعددة، فمنها الأحمر والأزرق والبرتقالي والأبيض والأصفر، ويمكننا أن نرى بين هذه النجوم بعض كواكب النظام الشمسي، مع أن الكواكب لا تعد مصدرا للطاقة مثل النجوم، ولكنها تعكس الضوء الذي يسقط عليها، لذلك من الممكن أن نراها في السماء. النجم، ما هو النجم؟ هو كتلة غازية ملتهبة، شكلها بيكون كروي، كروية الشكل، تصدر الطاقة على شكل حرارة وضوء. النجم بيتكون من غازات، هذه الغازات المكونة للنجم تكون في حالة البلازما، وهي على صورة أيونات. البلازما هذه المادة بتكون على صورة أيونات، وحتى تصل المادة، الغازات المكونة للنجوم، حتى تصل إلى حالة البلازما لابد من توفر درجات حرارة عالية جدا كما في الشمس والنجوم الأخرى. يبقى إذن الشمس كرة غازية ملتهبة كروية بتشع هذه الطاقة على شكل ضوء وحرارة. هذه الغازات موجودة في حالة البلازما، ولكي تصل إلى حالة البلازما تحتاج إلى درجات حرارة عالية جدا تصل إلى ملايين. تتكون معظم النجوم من العناصر نفسها الموجودة على الأرض، إذ يشكل الهيدروجين نسبة 75% من كتلة النجم. يبقى معظم النجوم بتتكون من 75% من الغازات المكونة لها هي عبارة عن هيدروجين، و 24% غاز هيليوم، وباقي العناصر الأخرى تكون نسبتها 1% فقط من كتلة النجم. يقول تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. سورة الواقعة آية 75 وآية 76. المقصود بها أن الله عز وجل يقسم بمواقع النجوم، لأن مواقع النجوم هذا شيء عظيم جدا، شيء يعني كبير جدا. إن ما نراه من النجوم هو نظرة في التاريخ. مواقع النجوم التي نراها الآن ليست هذه المواقع مواقع النجوم في هذا الوقت، وإنما هذا نظرة في التاريخ لمواقع هذه النجوم قبل مئات أو آلاف السنين بسبب بعدها عن الأرض. يبقى المواقع التي نراها الآن هي مواقع النجوم منذ آلاف السنين وليست مواقعها الحالية. أما مواقعها الحالية فلم نراها الآن، متى نراها؟ نراها بعد آلاف السنين. يبقى المواقع الحالية للنجوم لا نراها الآن، وإنما نراها بعد آلاف السنين. لماذا؟ لأن الضوء الصادر عنها سيصلنا بعد آلاف السنين، وعندما يصل الضوء بعد آلاف السنين نرى هذا الموقع. يبقى إذن مواقع النجوم الحالية ليست حقيقية، وإنما هذه المواقع مواقع النجوم قبل آلاف السنين، إنما مواقعها الحالية سنراها بعد أن يصل إلينا ضوءها بعد آلاف السنين. أقرب النجوم إلينا طبعا هو نجم الشمس، أقرب للأرض. المسافة بيننا وبين الشمس 150 مليون كيلومتر، وهي تعادل 8 دقائق ضوئية فقط. إذن الضوء يتحرك من الشمس إلى أن يصل إلى الأرض
في 8 دقائق فقط، لذلك هذه المسافة نسميها 8 دقائق ضوئية، وهي تعادل 150 مليون كيلو متر. أقرب نجم لنا بعد نجم الشمس نجم يسمى ألفا كونتورس، يبقى نجم ألفا كونتورس هو أقرب نجم لنا بعد الشمس، وهذا يبعد عنا مسافة 4.3 سنة ضوئية، يعني الضوء اللي يخرج من هذا النجم إلى أن يصل إلى الأرض يحتاج إلى وقت 4.3 سنة، لذلك هذه المسافة بيننا وبين هذا النجم تسمى 4.3 سنة ضوئية. النجوم تولد الطاقة. طيب كيف تأتي هذه الطاقة؟ من أين تأتي طاقة النجوم؟ تأتي من تفاعل نووي يسمى تفاعل الاندماج النووي. يبقى المادة الموجودة داخل النجم، الغازات الموجودة داخل النجم يصير فيها تفاعلات نووية، هذه التفاعلات تسمى تفاعلات الاندماج النووي. في تفاعلات الاندماج النووي تندمج 4 نواة من ذرات الهيدروجين، من أنوية الهيدروجين، لتكون نواة واحدة من الهيليوم. يبقى إذن الهيدروجين الموجود في النجم يندمج مع بعضه ويتحول إلى هيليوم، وهذا الاندماج ينتج عنه طاقة هائلة، طاقة كبيرة جدا. هذه الطاقة هي مصدر طاقة النجوم. في الشمس يتم توليد 98.5% من الطاقة من اندماج الهيدروجين. يبقى إذن اندماج الهيدروجين هو اللي بينتج 98.5% من طاقة الشمس وتكوين الهيليوم، يعني الهيدروجين لما يندمج يتحول إلى هيليوم، هذا بيحدث في الطبقات الخارجية من الشمس. أما في باطن الشمس فإن بسبب الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة تحدث تفاعلات اندماج نووي أخرى غير اندماج الهيدروجين يتحول لهيليوم، هذا عند سطح الشمس. أما في باطن الشمس درجات الحرارة بتكون عالية جدا، فمش بيحدث اندماج هيدروجين فقط، لا، بيحدث اندماجات أخرى بينتج عنها تكون عناصر مثل الأكسجين والكربون والمغنيسيوم والحديد، وهذه تنتج 1.5% من طاقة الشمس. إذن عند سطح الشمس يندمج الهيدروجين ويتحول لهيليوم، وهذا ينتج 98.5% من الطاقة الموجودة في الشمس. أما في باطن الشمس أو في باطن النجم فدرجات الحرارة بتكون عالية جدا، فبيحدث اندماجات أخرى بينتج عنها أكسجين وكربون ومغنيسيوم وحديد، وهذه تنتج طاقة بنسبة 1.5% من طاقة النجوم. النجوم بتختلف عن بعضها كما قلنا من قبل، أن هناك اختلاف في الألوان واختلاف في الأحجام، ومن أول هذه الاختلافات هي الاختلاف اللون ودرجة الحرارة. والحقيقة أن اللون بيعتمد على درجة الحرارة. تبدو النجوم بألوان مختلفة مثل الأحمر والبرتقالي والأبيض والأزرق، وهذا الاختلاف ناتج عن اختلاف درجات حرارة النجوم. فعلى سبيل المثال اللون الأزرق بيدل على أعلى درجة حرارة، تكون درجة الحرارة عالية جدا في حالة أن يكون لون النجم لون أزرق، بينما اللون الأحمر بيكون هو أقل درجة حرارة. إذن النجم الأزرق هو أعلى درجة حرارة، أما النجم الأحمر هو أقل في درجة الحرارة. الشيء الثاني وهو السطوع، شدة إضاءة النجم التي نشاهدها من الأرض تسمى السطوع، وهذا السطوع يعتمد على درجة حرارة النجم، إن يكون النجم درجة حرارته عالية جدا والطاقة اللي بيشعها بتكون طاقة كثيرة جدا، أيضا يعتمد على المسافة التي يبعد عن الأرض. كيف يكون هذا الكلام؟ ممكن نجم يكون ساطع جدا ولكنه بعيد عن الأرض، فعندما يصل ضوءه إلى الأرض يكون الضوء خافت فيقل سطوعه. يبقى إذن اللي بيحدد السطوع مش بس كمية الضوء اللي بتخرج من النجم، لا، كمان بيحددها المسافة التي يبعدها عن الأرض. الخاصية الثالثة وهي الحجم والكتلة والكثافة، وهذه بتختلف من نجم إلى آخر بسبب اختلاف كمية الغاز التي تكونت منه النجوم واختلاف قوى الجذب التي تؤثر فيها. إذا كان كمية الغاز كبيرة بيكون حجمه كبير وبتكون كتلته كبيرة وبتكون كثافته عالية، أما إذا كان كمية الغاز قليلة فبيكون الحجم قليل والكتلة قليلة والكثافة أيضا بتكون قليلة. التقويم، السؤال الأول، ما هو النجم؟ هو كرة غازية ملتهبة. وما الغازات المكونة للنجم ونسبة كل منها؟
قلنا بيكون فيه المواد الموجودة على سطح الأرض، منها الهيدروجين بنسبة 75%، بيكون فيه هيليوم بنسبة 24%، وغازات أخرى بنسبة 1%. ما اسم الحالة التي عليها المادة المكونة للنجم؟ كما قلنا المادة اسمها سديم، ولكن هي الحالة التي توجد عليها هذه المادة هي حالة البلازما. سؤال بعده، كم تبلغ المسافة بين الشمس والأرض؟ 150 مليون كيلومتر، أو نقولها 8 دقائق ضوئية. ما أقرب نجم للشمس؟ هو نجم يسمى ألفا كونتورس. كم يبعد عن الشمس؟ يبعد عن الشمس 4.3 سنة ضوئية، يبقى يبعد عن الشمس 4.3 سنة ضوئية. ما مصدر الطاقة المنبعث من النجوم؟ مصدر الطاقة هو تفاعلات الاندماج النووي. ما العناصر التي تدخل في هذا التفاعل؟ الهيدروجين، يندمج الهيدروجين ويتحول إلى هيليوم. أي ألوان النجوم أعلى في درجة حرارة؟ اللون الأزرق، أعلى درجة حرارة هي اللون الأزرق. ما العوامل التي يعتمد عليها سطوع النجم؟ كمية الطاقة التي تخرج من النجم، أو كمية الضوء التي تخرج من النجم، أو درجة حرارة النجم. هذا العامل الأول. العامل الثاني هو بعد هذا النجم عن سطح الأرض أو عن كوكب الأرض. ما سبب اختلاف النجوم في أحجامها وكتلتها وكثافتها؟ سبب هذا الاختلاف هو اختلاف كمية الغاز الذي يتكون منها النجم. وإلى هنا أعزائي الطلاب نكون قد انتهينا من درس اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.